بسم الله الرحمن الرحيم. دكتور محمد التحلاوي، استاذ مساعد القلب والاوعيه الدمويه في جامعه الزقازيق وكونسلتنت اوف كارديولوجي في مستشفيات الشرطه. النهارده احنا في مؤتمر الكايرو بي سي ار. المؤتمر بيتناول كتير من الموضوعات اللي اتعرضت في اليورو بي سي ار، وفي معانا مجموعه كبيره قوي من الانترناشونال اكسبيرتس زي دكتور جيم فاجيدي مثلا. بيتناول المؤتمر حاجات كتير قوي من الكومبلكس بي سي اي، زي مثلا بايفركيشنال ليجنز، زي ليفت مين ديسيز وهاو تو ديل ويز، زي السيركمفليكس كومبلكس سيركمفليكس ليجنز، حاجات كتيره قوي من الحاجات الجديده، يوز اوف سام اكويبمنتس جديده اللي هي بتحتاج شويه اكسبيرينس، زي بعض الديفايسز زي الايفاس، زي اللي هي امبوليك بروتكشن ديفايسز. كل الحاجات دي صراحه بتتشرح بطريقه تكنيكال عاليه جدا من وفي مناقشات بيننا وبين الانترناشونال اكسبيرتس دول، وفي نفس الوقت مجموعه من الزملاء المصريين بيعرضوا حالاتهم قدام الاكسبيرتس دول، وبنتناقش فيها لحد ما نصل الى كونسبتس مشترك بيننا وبين الفريق بتاع اليورو بي سي ار. نطلع في الاخر بفايده كبيره قوي، سواء لليانج ستاف او حتى السينيور ستافس، كلهم بيستفيدوا جدا من اللقاء ده، ونتمنى ان هو يتكرر صراحه في مؤتمرات كتيره.